لجنة المسابقات السعودية تحدد 12 من أبريل لإقامة مباريات الدور الربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين. مدرب المنتخب التونسي يستدعي ماهر حناشي من الصفاقسي ومرتضى بن والناس من البنزرتي لمواجهة توغو يوم الجمعة المقبل. انتزع بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي بعد فوزه في الوقت القاتل بهدف على بوافيشتا ضمن منافسات الجولة 27.